بالنسبة لصلاة المنفرد خلف الصف والحديث لا صلاة المنفرد خلف الصف، الأقوال الموجودة فيها كلام الجمهور أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، أي كل من صلى خلف الصف فصلاته ناقصة. وذهب بعض أهل العلم، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول إمام أحمد، أن المصلي خلف الصف، لأن المقصود لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، يبقى الجمهور قالوا لا صلاة كاملة، وبعض العلماء قالوا لا صلاة صحيحة، وعليه من صلى خلف الصف فصلاته غير صحيح. طيب، المنفرد خلف الصف ماذا يصنع؟ بعض الأحناف ذهب إلى أنه يجبذ رجلا من الصف السابق، وبعضهم قال يجوز له أن يتقدم ليصلي مع الإمام، وهذه كلها أقوال لا دليل عليها. والصحيح في هذه المسألة أن الذي يأتي المسجد للصلاة وقد اكتمل الصف فصلى منفردا فهو معذور عند الله عز وجل، ولا ينطبق عليه هذا الحديث، ولا ينطبق عليه هذا الحديث، لأنه لا تكليف إلا بمقدور، ولأنه لو جذب رجلا من الصف الذي قبله لفوت عليه الفضيلة، لفوت عليه الفضيلة. وعليه إذا ابتليت بأن تكون منفردا فلا تجذب أحدا، وصلي مفردك إلى أن يأتي من يصلي معك.